الفنانة نادين أو الباليرينا الشهيرة نادين بطلة فوازير ما نستغناش، ما كانت مع الراحل طبعا وائل نور، وفيلم صعيدي رايح جاي مع الفنان هاني رمزي. رجعت بعد غياب 8 سنين عن الفن، وبتشارك حاليا في بطولة مسلسل ليالي أوجيني مع ظافر العابدين وأمينة خليل. وعشان نعرف تفاصيل أكتر عن نادين تعالوا نشوف التقرير التالي. وكان لنا حوار خاص مع النجمة نادين أجرى زميلنا شريف نور الدين، وكلمناها عن أسباب اختفائها ورجوعها وحاجات تانية كتير. تعالوا نشوف اللقاء. مبسوط قوي إن قاعد معاكي القعدة دي قوي لأسباب كتيرة قوي، غير إن إحنا بنحبك والحاجات كتيرة وإن أنتي وحشتينا وكل الكلام اللي أكيد هتسمعيه كتير قوي الفترة اللي جاية، وسمعتيه أكيد على لحد ما وصلت إن أنتي ترجعي. بس الأهم من كل ده إن أنا قاعد بتكلم معاكي، مش إنه بقى وزمان ويا سلام وكان حلو وأنتي فين، لا أنا بتكلم معاكي على كامباك، بتكلم معاكي على عمل بترجعي بيه اخيرا بعد ما كان بقالك فتره. لا هو كان ايه الموضوع بقى الفتره دي كانت ايه؟ انا بطلت في توقيت معين علشان قررت اني هعمل اسره، والاسره هي اللي رجعتني. فالموضوع بالملخص ده اللي حصل، ان ابني قال لي ما ترجعي، فقلت له بس انا بطلت عشانكم. فقال لي واحنا بنقول لك ارجعي؟ قلت له برضو ما تقدرش تاخد القرار ده بالنسبه لاخواتك، انا عندي ولد وبنتين. فقال لي لا هناخد بالنا على بعض. فهنا بدا يجي لي، بدا يتوري بالباب الفنان ايا كان بقى نوع الفن، وانت واحده اتولدتي في فن وبداتي بفن، ايا كان الفن ما بيخلصش، ما بيقدرش يقول اوكي انا دلوقتي كنت بطبخ هبطل اطبخ، انا دلوقتي كنت فنان مش هبقى فنان انيمور، ما تقدرش. صح، صعب. الفن بالذات بيركبك، يعني you are haunted بالفن، يعني الفن دي مش وظيفه، دي انت بداتي فوازير، بداتي استعراض، كان في برضو فكره احنا ورانا ناس وورانا دنيا وورانا كده. انت النهارده الكامباك بتاعك راجعه بدراما تقيله، بمسلسل كبير، بمخرج مهم وكبير جدا. حاسه ان الموضوع كان خضه شويه، حاسه ولا كان بالعكس كنت قصده ان يبقى الكامباك كمان غير متوقع خالص لنادين ومش استعراضي خالص؟ شوف، انت مهما قصدت في حاجه بتحصل اقوى من طموحاتك والخطط اللي انت حاططها. انا نويت ان انا ادي الموضوع فرصه تانية واشوف واكسر الروتين اللي في حياتي من 3 سنين. رجعت النهارده بس لان ده كان الميعاد اللي مقسوم لي ومكتوب لي ومتخطط لي. فانا نويت من 3 سنين، ويبدو ان الخبر كان بدا يسمع. وفجاه بدات الاضواء تتسلط عليا بهدوء وببطء. فجاه في ناس، احنا عايزين نادين انت فين من زمان، عايزين في مشاريع جت تصور معايا، يعني في ناس بتعمل مشاريع جت تصور معايا عن قصه الاعتزال وعن قصه الفوازير وعن قصه انا وارتباطي برمضان وانا وارتباطي بطفولتهم. ومنى زكي كلمتني، ويمكن هي كانت السبب في ان تتوارب لي الباب ده، هي سبب في كل التريك اللي حصلت دي. عرضت عليا فيلم، وكان هاني خليفه برضو، كان الكاتب برضو كبير، وكان الكرو كبير والناس كلها كويسه. قلت لها منى انت مش ملاحظه ان انا بطلت؟ قالت لي لا حبيبتي، احنا اللي زينا مش بيبطل، احنا زينا بيستنى حاجه حلوه ترجعه بس. واتقفلت القصه هنا، وتمر الثلاث سنين، ويجي العرض بتاع رمضان. قال لك المسلسل في الاربعينات، فهاني خليفه الكلمني نفسه، والكرو كان شكله مغري، الموضوع كله في الاربعينات، وده الزمن اللي كان نفسي شياكة بقى اعيش واموت فيه. فقلت يعني الفرصه دي مش هتتكرر تاني. حسيتي بفرق في البلاتو ما بين دلوقتي وما بين اخر مرة في البلاتو كان امتى كان المسلسل؟ بص، السؤال ده في الجون ضحك السنين. انا واقفه بقولهم انا حاسه ان انا سيده مسنه في السبعينات. قلت لهم يا جماعه وفي طفره حصلت، حقيقي في طفره حصلت. من ناحيه ايه؟ اقول لك، الشاشه الفضيه والسينما غير بعض خالص في التكنيك. طيب. ومسلسلات اسهل. اول مشهد صورناه، اول ما قالوا كات، طيب هي بلم حاجتي مش انت رايحه فين؟ مش قالوا كات؟ خلصنا. قالوا لي لا ننقل الكاميرات بقى. نقلوا الكاميرا، صورنا 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 كات، خلاص بقى لا ناخد زاويه. هو ده مسلسل ولا فيلم؟ قالوا لي لا انت فاتك كتير. وانت بتعملي كل التجهيزات النفسيه والقرار اللي خد زي ما انت قلتي كتير وثلاث سنين والكلام ده كله، بس في الاخر القرار بقى نفسه والعوده فعليا، حاسه ان ده ممكن يكون طيب اختبار، مش بس اختبار لرد فعل الناس او السوق، لكن اختبار ليكي انت شخصيا. حاسه انه ده هتشوفي طب انا هقدر اعمل كده تاني او كتير ولا لا، ولا برضو انت زي ما انت قلتي قدريه فهتسيبيها للساينز وانت ماشيه؟ الفكرة هو هل رجعتي فيها مكسب
نفسي يريحني ويبسطني؟ هل في سعادة لأسرتي ولا أنا ببوظ لهم فرص أسرية تانية، حاجات خطط كان ممكن نعملها مع بعض؟ هل أنا اخترت قرار صح ولا أنا في مكان مش مدروس، الناس بتقول قرارات غلط وممكن جدا ألاقي نفسي برضو موجودة في قرار تاني غلط لمجرد أنه مش مناسب ليا أو مش مقامي أو مش الخطوة الجاية الصح قوي؟ الموضوع فيه دراسة لازم. ده حصل زمان؟ زمان كنت طول الوقت عندي نية امتى هبطل، وانا النية ان ابطل سابقة هعمل ايه. فده قصة زمان. دلوقتي حسن حققت اهم اهدافي واولويات حياتي، ففعلا الموضوع هيبقى الخطة، يا اما هذا المكان وهذا المجال يستحق ان احط فيه مجهود، يا اما هتجيلي عقدة بعد المسلسل ده وهقول ايه I was better off، انا كويس ان انا كنت مبطلة وهرجع تاني. بتفكري تعملي اي استعراض خالص؟ ما عنديش مشكلة، بس لهم لو انتوا جايبين حد تقدروا تبدلوه بحد تاني ما تجيبونيش. لو جايبيني في مكان ما حدش يقدر يعمله غيري انا جاي. Thank you. Thank you.